زي ما نقول تقارير مصرف ليبيا المركزي. صعوبات وتحديات. تحت هذا العنوان انطلقت بمدرج الجامعة الأسمرية بزليتن ورشة عمل شارك فيها عدد من الأساتذة والمختصين بورقات علمية تناولت أبرز الحلول والدراسات التي من شأنها أن ترفع من كفاءة الحرس البلدي وتساهم في حماية المستهلك إسوة ببقية دول العالم التي تقدمت في هذا الجانب. كانت بادرة طيبة من أجل أن نكون نوصل المعلومية الصحيحة ونوصل كل الأخبار وأعمال الحرس البلدي، ونكون حلقة واحدة متواصلة في نشر الوعي عند رجال الحرس البلدي، وأيضا التواصل مع مسؤولينا، لأن أهم شيء التواصل مع مسؤولينا لتذليل الصعوبات من أجل إنجاح عملنا. جهاز الحرس البلدي يجب عليه أن ينتبه لهذا الجانب، هو التثقيفي والتوعي للمواطن. جهاز الحرس البلدي ليس جهاز ضبطي بس، وهو مراقبة وتوعية وكل شيء يحمي المواطن في استهلاك اليومي وفي كل مناحي حياته. الحرس البلدي فرع زليتن الذي نظم هذه الورشة حرص أن تكون المشاركة من كل مناطق ليبيا، حيث أتى ممثلين عن جهاز الحرس البلدي بمنطقة يوباري والقطرون في أقصى الجنوب، وبني غازي وشتابيا من المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى الزاوية والزنتان وعدد من مناطق الجبل الغربي، ناهيك عن حضور بعض المسؤولين الذين وعدوا بتذليل كافة الصعوبات والعراقيل. الحقيقة يعني بسم الله ما شاء الله عمل جيد جدا، شاركوا فيه الأساتذة والدكاترة الموجودين في الجامعة وناقشوا ووضحوا لنا أشياء ووضحنا لهم أشياء كثيرة، وكانت يعني لحد الآن يعني جلسة أو ورشة إيجابية لحد كبير. أبرز التوصيات التي خرج بها المنظمين للورشة هي الاهتمام برفع كفاءة الحرس البلدي وإنشاء مراكز تدريب لهم وتعديل مرتباتهم، بالإضافة إلى منحهم التأمين الطبي في حالة إصابة عنصر من الحرس البلدي أثناء تأدية عمله، وسن قانون خاص بحماية المستهلك. خالد جابر، قناة ليبيا، بلدية زليتن.